إنجاز رياضي جديد وتألق عالمي حققه أبطال مصر في بطولة الكونغ فو العالمية بسنغافورة، اللي قدروا يحصدوا مراكز متقدمة وخمس ميداليات بطولة العالم للكونغ فو اللي تم إقامتها في سنغافورة. صحيح، هي دي مصر زي ما كنا بنسمع في الأغنية دلوقتي. خلونا نتعرف على التفاصيل الخاصة بالبطولة مع الدكتور عمرو إسماعيل، مدير الاتحاد المصري للكونغ فو. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك الكرام. اهلا بيك ومبروك اولا للميداليات اللي حصدتوها في سنغافوره، وكلمنا كده عن تفاصيل البطوله واللعيبه بتاعتنا عملوا ايه. اهلا بحضرتك يا فندم. اولا دي بطوله العالم للطايشي بسنغافوره، البطوله الرابعه المقامه من 21 ل 28/8. الحمد لله احنا استقبلنا البعثه امبارح، وكان موجود معانا ممثل الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، اللي حقيقي واقفين في ظهرنا، والدوله واقفه في ظهرنا بتدعم الرياضه وبتدعم الابطال وبتدعم ابطالنا ابطال الكونغ فو. البطوله بتتلعب كل سنتين مره، وهي من اقوى البطولات. شارك في البطوله 32 دوله. جميل. كل فرقة بتشارك ب10 لعيبة. احنا شاركنا بعدد 6 لعيبة. تمام. حصلنا على المركز السابع من 32 دولة. جميل. الترتيب كان ماشي كالآتي يا فندم: هونج كونج خدت مركز أول، الصين خدت مركز ثاني، ماليزيا خدت مركز ثالث، سنغافورة رابع، فيتنام خامس، امريكا سادس، مصر المركز السابع بكل فخر. طب دكتور عمرو، ده مقارنه بمشاركات سابقه ده تحسين في التصنيف المصري للكونغ فو عالميا؟ يعني ده مركز متقدم عن سنين قبل كده؟ طبعا يا فندم، ده احنا من الدول المتقدمه. احنا من حظنا الجميل، واسمح لي يعني بعد اذن حضرتك اقول لحضرتك ان نائب رئيس الاتحاد الدولي للوشو كونغ فو مصري، الكابتن شريف مصطفى اللي هو رئيس الاتحاد المصري. حاجه مشرفه جدا. جدا يا فندم، جدا. الراجل ده عمل طفره، واحنا بنبذل، احنا مش عارفين يعني نجاري سرعته في تطوير الكونغ فو في مصر. حابين نتعرف لحضرتك دكتور عمرو كده، ونعرف الساده المشاهدين عشان نصل لهذا الانجاز الرياضي الجديد في رياضه الكونغ فو المصريه، الاستعدادات بقى قبل بطولة سنغافورة للعالم في الكونغ فو، استعدنا ازاي الاتحاد وتهيئة اللاعبين لدخول هذه البطولة؟ يا فندم، كان معمول معسكر لمدة سنتين كاملين. سنتين. وللأمانة هقول لحضرتك بقى مفاجأة جميلة. معسكر سنتين يا دكتور عمرو علشان أدخل البطولة؟ معسكر سنتين. يعني ما بين البطولة والبطولة بعمل معسكر. بعمل معسكر طبعا يا فندم. إحنا ما بندخلش على اللعيبه بتاعتنا وبننتقي افضل العناصر. طب خد دي بقى، ان السته لعيبه مش كلهم كبار. عمرهم متفاوتة. عمرهم قد ايه؟ لا، ثلاثه كبار وثلاثه بنستعد بيهم للبطوله اللي جايه في دكار. كبار يعني كام؟ يعني يا دكتور عمرو سنهم كام؟ اللعيبه اللي هم الصغيرين سنهم الكبار والصغيرين. الكبار 20 سنه، والصغيرين تحت 18 سنة. جميل جدا. طب جدا. دكتور عمرو، ايه أكتر المنتخبات اللي كانت بتنافسنا؟ وعايزين برضو نعرف من حضرتك أكتر الدول المشهورة جدا واللي بتحقق يعني ميداليات كتير في مجال الكونغ فو أو فنون التايجي. الكونغ فو الدولة بتاعتها الصين. الصين. بعديها هونج كونج. هونج كونج. ماشي؟ تخيل بقى ان احنا كان فوقينا مين بقى بينافسنا؟ امريكا. يعني امريكا كانت سادس، احنا خدنا سابع، وده مركز متقدم جدا. جدا صحيح. احنا رايحين حته حلوه قوي ان شاء الله المره اللي جايه. ان شاء الله احنا بنجهز للبطوله في دكار 26، اولمبياد الشباب في دكار 26. انا باكد لك ان احنا الحصان الاسود للوشو كونغ فو. مين المتفوق في اللعبة أكتر، اللعيبة ولا اللاعبات؟ والله الاثنين يا فندم. يعني أنا لما أقول لحضرتك مثلا الناس اللي خدت مراكز، يوسف محمود كمال
خد ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه. ما شاء الله. ماشي، يوسف عبد الرحمن خد فضيه، ملك ابراهيم خدت فضيه. ما شاء الله كلهم بالمناسبه اسلوب التايجي انا كان نفسي ابعت لكم فيديوهات الناس تتفرج عليها، هو اسلوب علاجي. السين كلها بتلعبه يعني اسلوب علاجي اللي هو بتلعب بالراحه ده بالبطيء كده. علاجي من ناحيه ايه يعني؟ بيعمل ايه؟ بي بي بيعالج لو في حد عنده فقرات، لو في حد عنده اي مرض تخيلي. طيب انتشار الرياضه دي، الرياضه عموما يعني صحيح. فيها شفاء للنفس. ايوه بس بقى الاسلوب ده كله بتلعب حضرتك بالبطيء. طيب البطيء حضرتك رئيس اتحاد جميل جدا، كان نفسي حضرتكوا ابعت لكم الداتا يعني الناس تتفرج عليها ان شاء الله في مره. لا هنعمل فقره، هنعمل فقره ان شاء الله دكتور عمرو، ونستضيف الابطال اللي حصلوا على الميداليات. لكن انا عايز اسال حضرتك، وحضرتك يعني رئيس الاتحاد المصري للكونغ فو. لا انا المدير التنفيذي. المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو. عايز اسال حضرتك مدى انتشار هذه اللعبه بين اوساط الناس. يعني احنا دايما بنسمع الكونغ فو لكن ما نعرفش تفاصيل خاصة بأن مجموعة التايجي أو مجموعة الخاصة بالعمل العلاجي. إلى أي مدى اللعبة دي واصلة للرياضيين المصريين، واصلة للشارع المصري، وعارفين تفاصيل عنها؟ طيب أقول لحضرتك حاجة. أولا إحنا يعني الحمد لله إحنا اللعبة منتشرة بشكل لا تتخيله بين الناس. منتشرين بشكل لا تتخيله بين الناس. عدد اللعيبه اللي بتلعب اللعبه بتاعتنا، يعني انا عندي بطوله النهارده في اسكندريه عدد اللاعبين في البطوله 6000 لاعب. عدد كبير جدا. بقول لحضرتك في اقبال عليها يعني جدا جدا. ليه بقى؟ قائد هذه التطوير، قائد سفينه التطوير في الكونغ فو، الكابتن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري، رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد الافريقي، النائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للوش كونغ. احنا بنشكر حضرتك. الراجل ده بيدينا الثقه الجامد جدا يا جماعه. طيب جميل جدا، ويا رب مزيد كده من التقدم والانجازات وترفعونا راسنا وعلم مصر دايما. بشكرك الدكتور عمرو اسماعيل المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكونغ فو.